أهلنا الشرفاء بهجين قرانيج أبو حماة، ناشدكم بالله وناشدكم بعروبتكم وناشدكم بتربايتكم. لا تخلون الفتنة تمشي بيكم من وراء مظلوم وشلة مظلوم وقصد وأعوانها. أنتوا أهل ويربطكم رابط الدم، واللي يموت يموت منكم. خلونا نتوحد ونطرد هالغزاة الأمريكي وقصد عم تحاربكم ببعضكم، ومنزلين صوت انه هذا الصوت الي وانا احرق. انا هجين هي اهلي، غرانيج اهلي، والاشعاطات اهلي، مثل ما البحرة هي قريتي واهلي. زين، والدم اللي روح راح من ذيبان امبارح انا اعتبره دم ابوي ودم اهلي ودم ناسي. اي واحد انجرح منكم احنا نحكي على العملاء الخونة اللي باعم حالهم بالدولار لقصد من ولد المنطقة، وصارهم يقتلون ملتهم ولحمهم ودمهم وخانهم وطنهم. هذا الموضوع. اما الصوت اللي نزل هذا كله فبركه. اليوم امريكا مو عازلة فبرك صوت ولا قصد عازلة فبرك صوت، ما هي شغلتها اسعى الفترة هي الفتنة اللي استهدف مطشر الهفل وعبود الهفل غير مو عاجز يعمل الصوت. احنا معاكم كلكم على الحق وعلى الوطن وتحت مظلة سوريا. احنا معاكم وانتو ناسنا، واي واحد ينجرح منكم عليه قصد هذا ابننا، بس احنا نعز بقلبنا ما نتمناكم تكونون اداة بيتقصد الكل من دون استثناء، كأنه بالبحرة ولا بنهجين ولا بنغرانيج ولا بالشياطات. لا تصيرون لعبة بيدها العملاء جبال قنديل اللي ما يسوون نقلة، واللي مسخرتهم اسرائيل ومسخرتهم لقسم النسيج العربي، وهم قاعدين ويذبحونكم ببعضكم. عيب لشحيل، غرانيش، ذيبان، ابو حماة، هجين، البحرة، الزر، البوتام، البقارة، مو ايش تربينا كله يجمعنا بالاخير جد واحد. لا يشترونكم ولا يذبحونكم بعضكم ويكثرون الدم بيناتكم. المكسب هم هذول ماشيين على مبدأ سياسة اسرائيل، فرق تسد. انتو كلكم اهلنا واحنا كنا معاكم ضد هالخنازير جماعة مظلوم وعوانه.